الريسايكلينج، تقترحتوا تمام. ثلاث مواضيع: الريسايكلينج وكالتشرال لاند مارك، صح كده، والاونلاين. فانتوا الموضوع بتاعكم الريسايكلينج تمام. برضه يا شباب، عشان تبقوا فاهمين. احنا النهارده لحد المره الجايه الثلاث باذن الله، كل تيم هيبقى مطلوب منه انه يجهز الاوتلاينز اللي هيتكلم فيها. يعني احنا يوم الثلاث ان شاء الله هنتناقش في الاوتلاينز اللي هتتكلموا فيها. طبعا انا مش عايز البرزنتيشن كامله، انا بس عايز العناوين اللي انتوا هتتكلموا فيها. يبقى كل تيم كده فيه اتنين هيتكلموا في لمده 3 دقايق ايه الشكل بتاع البرزنتيشن، البرزنتيشن بتتكون من ايه، وايه الاوتلاينز اللي هتعتمدوا عليها. خلاص كده، يبقى احنا كده قلنا تيم اتنين خلصنا، تيم تلاتة حد موجود؟ أنا موجود يا باشمهندس. ماشي. الموضوع بتاعكو هيبقى عن الميديكال انجينيرينج، تمام تمام. تمام تيم أربعة حد موجود؟ باشمهندس، أنا أيوه. من تيم واحد، معلش أنا من تيم واحد، أنا لسه داخل. طيب الموضوع بتاعكو عن الإلكتريك كارز. تمام، شكرا يا باشمهندس. احنا وصلنا لتيم أربعة. تيم أربعة مين موجود؟ عادي مربوطة معاك يا باشمهندس. ماشي. تمام خلاص. تمام تيم خمسة. تيم خمسة مين موجود؟ معاك يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. هتبقوا رول اوف انجينيرنج ان ديزاستر مانجمنت. تمام. طيب تيم ستة. مع حضرتك يا باشمهندس. هو ايه المقصود بستون بيلدنج اللي انتوا كاتبينها؟ البناء بطريقة الحجارة يعني، وانا كان فيها من زمان لحد دلوقتي واتطورت ازاي وكده، اظن ده موضوع الناس يعني. والبروجرامز هيلبت ان انجينيرنج، هو بتتكلم على البرمجه يعني؟ لا مش البرمجه، البرامج زي مثلا المات لاب والاي تي اس والاي تي اس والحاجات دي، يعني اللي هي البرامج اللي بتستعمل في مجال الهندسه عامه. وهتبدا ترصد. خلوا بالكم يا شباب ان احنا في اي برزنتيشن طبعا يعني الانترودكشن مهمه، وان انتوا يبقوا في يبقى في خلفيه تاريخيه للموضوع، يعني انك تديني تنقلات كده على مدار التاريخ احنا وصلنا ليه. بس لو تاريخ التنقلات زي لا يعني انت بتتكلم على البرامج، اكيد كان في برامج في الاول عقيمه شويه وبعد كده بدانا نتطور لغايه ما وصلنا لبرامج تسهل الدنيا، فاهم قصدي؟ طبعا كله بايجاز يعني، ما انا مش قصد ان انا ابقى بتعبكم يعني. خلاص انتوا البروجرامز هيلب انجينيرنج، ده التيم السادس. تيم سبعة. محمود محمد. الانفراستراكشر. تمام يا باشمهندس. ماشي. تيم تمانية. ثانية واحدة. الـ Renewable Resources of Energy. الـ Team التاسع. أيوة باشمهندس معاك. هنبقى عن الروبوتكس. تمام يا باشمهندس. التيم العاشر. أيوة باشمهندس. Chemistry and Engineering. تمام. تيم 11. وانا شايف ان في مواضيع متكرره يعني، هو انتوا برضو تقريبا واخدين من المواضيع بتاعه الترم اللي فات يعني، بس تمام يعني. احنا وصلنا للتيم 11 صح كده؟ ايوه يا باشمهندس. خليك معايا ثانيه. الهولوجرام. ايوه يا باشمهندس. تيم 12. معاكي يا باشمهندس.
تيم 12 عن الليزر وتيم 13 عن النانو تكنولوجي. تيم 13 حد موجود منه؟ انا موجود اهو. طيب قلنا تيم 13 عن الايه؟ نانو تكنولوجي. تمام زي الفل. يبقى ثانيه يا باشمهندسين، عرفتوا ايه اللي مطلوب منكم بالنسبه للثلاث الجاي ان شاء الله؟ معلش يا دكتور ممكن تعيد بس عشان الناس تفهم؟ طيب باذن الله كل تيم، يعني خلاص انا حددت لكم كل تيم موضوع، كل تيم هيجهز ايه الاوتلاينز اللي هيتكلم فيها. خلاص مجرد بس تقول لي انا هتكلم في كذا وكذا وكذا وتقول لي ايه الانترودكشن بتاعتك، يعني انا مش طالب منك تبقى مجهز لي الفاينل برزنتيشن طبعا، بس مجرد بدايه تقول لي انت ناوي تتكلم في ان شاء الله. كل تيم هم اتنين، انا هختار اتنين عشوائيين، يعني انا عايز الناس كلها تبقى جاهزه ان شاء الله يوم الثلاثاء. انا هقول تيم واحد فلان وفلان هيعملوا برزنتيشن يقولوا ايه الكلام في 3 دقايق بالظبط مش اكتر. خلاص معلش يا دكتور، هو التوبيك بتاع تيم واحد ايه؟ اللي ايه التوبيك اللي حددته لتيم واحد؟ تيم واحد متهيألي كان الريسايكلينج اعتقد. اصبر كده ثانيه. لا مش ريسايكلينج. ماشي تيم واحد لو انا فاكر صح كان عن الالكتريك كارز. اللي سمع مني برضو ياكد معايا، انا قلت الالكتريك كارز صح عشان بس ما اه يا باشمهندس كان الكتريك كار. كان الكتريك كار. طب باشمهندس اه حضرتك عايز الاوتلاينز وقلت حضرتك عايز الانترودكشن، يعني الانترودكشن يعني بس كلام بالبق كده تقول لي ايه المقدمه بتاعتك، فاهم قصدي؟ عشان تفهمني انت ناوي تتكلم في ايه ان شاء الله. خلوا بالكم يا شباب انا عايز على مدار الترم ان شاء الله نبقى احنا شغالين في البرزنتيشن، يعني دي بالنسبه لي مهمه جدا، بحيث انتوا برضه عشان تبقوا عارفين المفروض المواعيد بتاعه التسليمات وكده نزلت على ال ام اس. معرفش انتوا حد متابع ال ام اس ولا لا، بس ان شاء الله البرزنتيشن هيبقى تسليمها يوم 8/9. طب هي البرزنتيشن نفسها دي هيبقى مدتها قد ايه عشان عامل حسابنا واحنا بنحضر؟ 10 دقايق ان شاء الله. كل تيم 10 دقايق؟ كل تيم 10 دقايق، ده اللي مكتوب على ال ام اس يعني طبعا ما انا بقول لك انتوا بتعرضوا الحاجه باختصار ان شاء الله. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا ان شاء الله الدرجه مش هتبقى مجرد على التسليمه الاخيره، ده اللي انا بس عايز اوصله لكم، ان احنا على مدار الترم ان شاء الله في متابعات احنا بنتابعها مع بعض باذن الله. هتعرض مره واقول لك على التعديلات وتعملها طبعا، يعني ان شاء الله متوقع او اللي انا شايفه ان انتوا مش اول مره تتعرضوا للموضوع، يعني واضح ان انتوا عندكم خبره سابقه وعارفين زمايلكم عملوا ايه في يعني سواء السنه اللي فاتت او الترم اللي فات وكده. فان شاء الله اللي انا متوقعه ان المستوى هيبقى في المعقول يعني باذن الله. خلاص لحد هنا في اي حد عنده استفسار؟ في اي حد حاسس الدنيا مش واضحه؟ يا دكتور عندي سؤال معلش، لو انا عامل سي في قبل كده ينفع تقعد وقت عشان اكسب وقت ولا لازم يكون بمصلحه حضرتك عايز؟ بص انا حاسسك انت بتاع المره اللي فاتت برضه. ايوه ما انا بس عشان صح؟ يعني انا بس انا مش فاهم انت مستعجل ليه. هو بص يا باشمهندسين التسليمات مبدئيا هتبقى على ال ام اس ان شاء الله، وده اللي انا كنت لسه هكلمكم فيه. الثلاث اللي مش اللي جاي بقى اللي بعده باذن الله هيبقى تسليمه السكادول، والخميس برضو اللي بعد الجاي تسليمه السي في. خلاص يعني انا اللي طالبه منكم ان شاء الله ان بعد الميتنج ده هتدخلوا على ال ام اس تشوفوا الديو ديت بتاع كل حاجه. خلاص احنا زي ما قلت لكم عندنا حاجه جديد بعتت على الانونسمنت مش عارف، يعني انتوا شفتوها المفروض. أيوة. طيب المواعيد مختلفة عن اللي انا بقوله يا فارس ولا ايه؟ لا هو مظبوط بس ما فيش مش متحدد ميعاد البرزنتيشن. بس البرزنتيشن اللي انا شفته كان 8/9، وبرضو اي تعديل طبعا هقول لكم يعني ان شاء الله. خلاص بس اللي انا طالبه منكم ان انتوا تشتغلوا في البرزنتيشن من دلوقتي، يعني انا مبدئيا اهو حددت لك الاوتلاينز ان انت هتناقشني في الاوتلاينز بتاعتك بعد بكره ان شاء الله. خلاص فانتوا معاكم بكره ان انتوا تتناقشوا ايه الخطوط العريضه اللي هتتكلموا فيها،
بإذن الله بقى يعني في الغالب هيبقى المتابعات بعد كده كل سيكشن بمتابعة إن شاء الله. توروني عملتوا إيه أول بأول وكده، وزي ما قلت لكم الموضوع بسيط ومش مستاهل يبقى فيه توتر. انتوا في الآخر بتعملوا برزنتيشن قدام يعني قدام أخوكم الكبير، يعني مش حاجة صعبة خلاص. اللي يدخل يعرض يبقى واثق في نفسه، واهم حاجه بالنسبه لي الكلام نفسه، يعني مش ان انت عامل لي برزنتيشن وخلاص يعني، لا يبقى الكلام نفسه صح، يبقى الكلام مترتب وهكذا. خلاص يا باشمهندسين. بعد اذنك يا باشمهندس. اتفضل. هو حضرتك احنا دلوقتي يعني بعد بكره ان شاء الله احنا يعني هنتكلم مع حضرتك كده زي ما بنتكلم دلوقتي، ولا هنعمل شير سكرين وسلايدز وباوربوينت وكده؟ هي مش يعني بصي، لو هتعملي حتى باوربوينت انت مجرد هتكتبي العناوين اللي هتتكلمي فيها مش اكتر. يعني هي هتبقى السلايد ديت مثلا بس، هي سلايد واحده، هي سلايد واحده هتقولي ايه الاوتلاينز بتاعتك بس مش اكتر من كده. تمام، ميرسي لحضرتك. خلاص، وزي ما قلت هيبقوا اتنين من التيم عشوائيين، يعني انا هدخل كده بالصدفه، التيم الاولاني الاسامي اللي فيه كذا، طب فلان وفلان يا جماعه عرضوا لي انتوا هتتكلموا فين. خلاص، وتقديم البرزنتيشن بالعربي ولا الانجليزي؟ لا بالانجليش ان شاء الله طبعا، يعني وانت بتتكلم او ممكن تتكلم تدخل عربي في وسط الانجليش، بس انا بتكلم البرزنتيشن نفسها مكتوبه بالايه بالانجليش ان شاء الله. ان شاء الله. حد عنده استفسار تاني يا باشمهندسين؟ باشمهندس، هي مع المناقشة الأخيرة بتاعت البرزنتيشن دي هتبقى لايف عادي ولا هي هتبقى فيديو هنرفعه ولا ايه؟ ماشي، اللي انا شايفه على ال ام اس لغاية دلوقتي ان انتوا هتسجلوا فيديو وترفعوه ان شاء الله. خلاص، بس طبعا قبلها يعني انا قلت لك قبلها هيبقى في ان شاء الله متابعات، منهم متابعة كأنك بتعرضي فاينل، وكل ده عليه درجات ان شاء الله. خلاص خلاص تمام، شكرا. ان شاء الله على مدار الاسابيع الجايه، يعني انا متخيل ان الموضوع ان شاء الله مش هياخد منكم وقت ان انتوا تظبطوا البرزنتيشن، فمره هنقول تعديلات، التانية تعديلات برضو، التالتة هقول كانك داخل تعرض فاينل المره دي، والتسجيل الاخير بقى اللي انتوا هتعملوه في الفاينل برزنتيشن، دول اكتر حاجه عليها درجات ان شاء الله. خلاص خلاص تمام ماشي يا باشمهندسين. احنا قلنا بقى ان شاء الله التلات اللي بعد الجاية هتبقى تسليمة الاسكيدول. طيب لما نيجي نتكلم على الاسكيدول، خليكم معايا ثانية. متهيألي الشاشة واضحة قدامكم. الشاشة واضحة يا باشمهندسين؟ طيب عايز كده يعني واحد واحد يرفع ايده ويقول لي ايه مزايا الجدول ده، ايه عيوبه، الجدول ناقصه ايه وهكذا. وانا اعتقد النوم قليل قوي. ثانية، مين اللي بيتكلم بس؟ مش انا اللي عندي. انا احمد الباي. ماشي قول يا احمد. هو حضرتك السليبنج، ميعاد السليبنج قليل قوي، يعني ما فيش حد طبيعي بينام 3 ساعات في اليوم يعني. ماشي، انا يعني سيبك من ما هو خلي بالك ان الجدول مكمل من تحت برضه، ان هو من الساعة 11 سليب لغاية 7 الصبح سليب. تمام ماشي. يعني انا لا انا قصدي ككونسبت عام كده، الجدول ده فكرته كويسه اصلا ان الواحد يعمل لنفسه جدول زي كده ولا لا؟ ولو فكره كويسه هي فكره كويسه ليه، ولو فكره وحشه هي فكره وحشه ليه؟ هي فكره كويسه عشان بتنظم الوقت وبترتبه، يعني بيخلي فيه وقت فراغ اكبر كمان. بيخلي فيه وقت فراغ اكبر، بمعنى ان لو مثلا حاجه بتتعمل في 3 ساعات وفي بيضيع وقت كتير، فانت حاطين ديدلاين ان مثلا انا ملزم ان انا اخلص ده في ساعتين، وانا بستجل السكيدجول ده فبيبقى لي ساعه. طيب اتفق ان السكيدجول ده هو ده اللي انت بتعمله فعليا، مش ده اللي انت بتخطط له، فاهمني؟ فاهم قصدك.
يعني انا الجدول اللي انا عايزكم تعملوه هو الجدول اللي انتوا بتطبقوه فعليا في يوم. فايه الغرض من الجدول ده؟ حد يقول لي. يعني خلاص انا واحد قضيت اسبوع وكل حاجه بعملها في اليوم انا بحطها في الجدول، طب انا هدفي ايه من ان انا احطها في الجدول ده؟ شايف ان هو جدول كويس، يعني عنده وقت للمذاكره ولليوجا وللجيم وللقراءه ووقت كمان ان هو يقعد مع اصدقائه. طب استنى هقول لك، حاضر. انا برضو مش بقيم الشخص ده ناجح ولا فاشل، مش بقيم الشخص ده عارف يستغل وقته ولا لا، انا بقول لك فكره ان هو عمل الجدول اصلا دي فكره كويسه ولا وحشه؟ هي كويسه عشان لو في اي وقت، يعني مثلا في اي وقت مثلا نظمت الحاجات كده، بس انا لو كنت سايب حاجه عشوائيه انا ممكن في حاجه انت اصلا المفروض كنت تعمل ما عملتهاش في النص. فالجدول ده اوريدي حدد لي، يعني على الاقل لما هبص فيه حتى لو في الوقت الضايع وفي كل حاجه، بس على الاقل انا ما نسيتش حاجه مثلا في اي لحظه، ممكن في وقت ابقى ناسي ان انا مثلا عليا درس مثلا في حاجه، ولا عليا المفروض انزل اعمل حاجه معينه، ولا مقابله مع حد. الجدول اوريدي هيبقى مفكرني اول باول، يعني حتى لو في وقت ضايع كتير، بس المبدأ كويس في النقطة دي. تمام. طب نقدر نقول ان الجدول ده بيبدأ يخليني برضه احط ايدي على الوقت اللي بيضيع مني على الفاضي؟ يعني انا قضيت اسبوع بقول لك وحطيت الجدول كامل كل يوم عملت فيه ايه، مش انا ممكن اقول ان الجدول ده بدأ يخليني احط ايدي على الوقت اللي بيضيع؟ يعني خلي بالك انت مثلا ساعات الواحد بيقعد يسرح على الموبايل ساعتين ثلاثة وهو مش مقدر قيمة الوقت ده، انما لما الوقت ده يكتبه كده صراحة قدام عينين ان في 3 ساعات راح، مش هتبدأ تحس ان انت بتتوجع على الوقت؟ حتى حاسس ان انا في حاجات افوار كتير صح. عشان صراحة على ايامي، انت يعني خلينا نتفق ان الجدول ده الهدف الرئيسي منه هو ان انت بتنظم وقتك. بتنظم وقتك ازاي؟ ان انت عمال تحكم انت بتقضي وقتك فين. تمام. طيب هل ممكن للجدول ده يبقى له عيوب؟ ان انا لو ما نفذتش اللي انا كاتبه فيه هرجع بقى احس ان الدنيا عكت بقى خالص، من الناس مش مني، وده غالبا اشهر عيب معروف طيب للجناب. تاني انا بقول لك هنا ان انا محتاج منك جدول ليومك بتقضيه ازاي، مش عايز تقضيه ازاي. فاهم وجهة النظر؟ انا كده يعني بقول لك انت فعليا انت وقتك رايح فين، مش بقول لك انت بتخطط ان وقتك يروح فين. ها، فالجدول زي ده ممكن يبقى له عيوب. دكتور ممكن اقول ان في كذا حاجه المفروض تعملها بنفس اللون، فدي بتاثر، يعني حاجه تافهه بس ممكن تفرق برضه. لا سيبك من الفورماتنج بتاع الجدول، مش ده اللي هممني. يعني هنا المذاكره بالاخضر او المذاكره بالاصفر والمحاضرات بالاخضر، يعني الكلام ده مش ده اللي شاغلني خالص. انا طب ممكن اقول ان هو مش عامل حساب ان في وقت كان يضيع ما بين حاجه وحاجه، يعني هو كله ورا بعضه، يعني ف ممكن يحصل اي حاجه في النص يعني. ماشي دي، بس برضو مش دي اللي في دماغي قوي. انا بقول لك هل ممكن يبقى له عيوب ان الواحد يعمل جدول يحط فيه كل الحاجات اللي هو بيعملها على مدار الاسبوع؟ هل حاجه زي كده ممكن يبقى لها عيوب يعني؟ هو ما اعتقدش ان هي ليها عيوب، لان هي ورقه بعملها لنفسي ممكن استفاد، يعني هو هيستفاد منها يا يعني مش هستفاد منها في حاجه، وانا بعملها مش هتضيع لي وقت اصلا، يعني مش هتضيع لي وقت كبير. طيب هي ليها فايده يا ما لهاش خالص، بس مش هتضرني في حاجه. طيب مش ممكن واحد يحسبها بالعكس، يقول ان انا لما حطيت النظام اليومي في جدول فابتديت الاقي نفسي ان انا في وقت كتير ضايع في نوم، في فرجه على التلفزيون، فجالي احباط فمش هعمل حاجه خالص؟ هل ممكن نعتبر بالعكس هي دي فايدة، لأن هي هتخليني، يعني أنا هي بالعكس هي هتوريني مشكلة فهتخليني أحاول إن أنا أصلحها، مش العكس. بالظبط. يبقى تاني يا باشمهندسين، أنت هيبقى مطلوب منك إيه؟ تسلم يوم الثلاثة اللي بعد الجاي إن شاء الله حاجة شبه، طبعا أنا مش عايز نفس الفورمات ده عشان بس الناس ما تنذاكرش، ومش عايز الناس تنقل من بعضها. يعني أنا لما ألاقي اتنين جدول زي بعض بالظبط، الاثنين بيناموا نفس عدد الساعات وبيخشوا يناموا سوا ويصحوا سوا وبيصلوا في نفس الوقت وبيفطروا، يعني الكلام ده مش عايزه بعد اذنهم. خلاص انا عايز كل واحد، متهيألي انتوا برضو شايفين ان الموضوع بسيط، ان كل واحد يكتب لي 24 ساعة في
يومه بيعمل ايه. خلاص من السبت للجمعة تقول لي انت على مدار اليوم بتعمل ايه. طبعا الناس برضو اللي هتكتب لي انها نص اليوم سليبنج ونص اليوم ستادينج او ربع سليبنج وربع ستادينج وربع بناكل وربع بنشرب، الكلام ده برضو انا مش عايزه. خلاص انا عايز جدول مفصل، انت على مدار يومك بتعمل ايه. هل الجدول زي ده صعب يا باشمهندسين ان انتوا تعملوه؟ طب معلش يا باشمهندس، ممكن حضرتك تحط معايير معينة؟ عشان ما مثلا انا ممكن بنام 12 ساعة عادي، فعلا حضرتك ممكن تحط معايير؟ معايير اللي بالظبط؟ معايير للليمت بتاعت الوقت عامة. حتى لو بتنام 12 ساعة ما عنديش اعتراض، بس ما تبقاش حاطط لي ان نص اليوم سليبنج ونص ايتنج مثلا. انا مش بقول لك تضحك عليا، مش بقول لك تكذب عليا وتعمل نفسك شاب مجتهد قوي يعني، لا اكتب لي فعلا انت بتعمل ايه في يومك. خلاص حتى لو بتنام 12 ساعه، مش في لسه 12 ساعه مش مهندس؟ تمام. هل منطقي ان انت تكتب لي 12 ساعه سليبنج و12 ساعه ريدنج مثلا؟ يعني مثلا بين كل اكتيفيتي والتانيه ساعتين، حلو كده او لا. ساعه؟ انا مش بقول لك تضحك عليا او يعني، انا بقول لك تكتب اللي انت بتعمله فعلا. خلاص تمام. بس يعني الغرض من اللي انا قلته ايه، ان ما حدش يكتب لي نص اليوم كذا ونص اليوم كذا، ان ما لاقيش واحد يعني واحد من الاخر كل هدف ان هو يسلم من جدول وخلاص، فهو خلاص مش شايف قدامه غير ان هو عمال يعبي شويه فيلدز في الجدول وخلاص. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. طيب يا باشمهندس، لو مثلا يعني جدول الأسبوع كله مترتب مثلا مضغوط، بس بتيجي مثلا الساعة يوم الجمعة إجازة، بتكتب فيه حاجة برضه ولا؟ لا مش سامعك كويس. لو يوم الجمعة مثلا يعني بيتساب إجازة، هو مثلا أكتر أسبوعين للدراسة. الجمعة إجازة، أنا اللي سمعته بس إنك بتقول الجمعة إجازة. هو تقريبا قصده يعني يوم الجمعة مثلا لو إجازة أكتب عايز أمسك فيه تقريبا. تاني عشان أنتوا برضه ما فهمتونيش أوي. الجمعة اجازة يا سيدي، مش ليك انشطة في يوم الجمعة ولا لا؟ حتى لو كلها تضيع وقت ما عنديش مشكلة تكتبها لي بقى. خلاص. وخلوا بالكم يا شباب، انا بكلمكم في اسبوع اهو مثلا من الاسبوع اللي انتوا اهو في السمر، يعني الوقت اللي انت عندك فيه محاضرة هتكتبه لي، الوقت اللي عندك فيه سكشن هتكتبه لي وهكذا. خلاص. الناس اللي بتتكلم في ان انا عندي يوم اجازة، طب ايه المشكلة؟ عادي هتكتب لي انت بتنام من الساعة كذا للساعة كذا، صحيت والله عملت اول ساعة يا عم فطرت، تاني ساعة معرفش عملت ايه وهكذا. خلاص. في ناس يوم الجمعة بتروح تزور قرايبها ايا مكان، يعني انا مش بقول لك شكل معين تطلع لي بيه الجدول، يعني مش بقول لك محتوى الجدول ده، كل محتوى معتمد على الشخص نفسه. خلاص يا باشمهندسين، طيب تاني حد شايف اي ميزة للجدول تانية غير اللي احنا اتكلمنا فيها؟ باشمهندسين ممكن يكون مثلا لو حبيت اضيف حاجه او نشاط جديد مثلا اعمله خلال الاسبوع، فيسهل عليا ان انا اعرف احط كل حاجه في اي وقت. تنظيم برضه، نرجع لنقطه التنظيم تاني. طيب ايه تاني؟ هو برضه يا باشمهندس يعني في حاجات مش منطقيه، يعني مثلا ايوه ده اللي انا عايز اسمعه بقى، من 15 ل 16 جيم وبعديها من 16 ل 17 مذاكره، فدي برضو مش منطقيه يعني. حلو. يبقى انت كده ابتديت تحط ايدك على حاجات انا برضو كنت عايزكم تتكلموا فيها، ان انا برضو ابقى يعني يبقى الكلام منطقي، ما انتش عمال تحط لي اي حاجه في الجدول وخلاص. ايه تاني برضو يا باشمهندس؟ حاطط تايم وسبرينجز وبعدين ستادي، المفروض ان هو يذاكر الاول وبعدين يقابل صحابه، مش هيقابل صحابه الاول بعدين يذاكر.
خلينا نتكلم ان هو يعني ان احنا هنا بنتكلم ده جدوله فعلا، يعني ان هو ده اللي بيعمله فعلا ايه، انما حته ان واحد يطلع من الجيم على المذاكره دي اللي مش منطقيه خلاص. انما ماشي، واحد كل واحد حر في حياته يعني، فاهم قصدي؟ هاي تاني خلينا نتكلم يعني بعيدا عن المحتوى، الفورمات نفسه. لو احنا هنتكلم على الفورمات اللي انت هتطلع لي بالجدول، الجدول ده هيتعمل ببرنامج ايه الاول؟ بس اكسل طبعا. اكسل. يبقى في حد من اللي قاعدين ملهوش في الاكسل؟ خلي بالك انا هنا مش بتكلم على فانكشنز ولا معادلات ولا اي حاجه، بكلمك في جدول، وانك شويه سيلز هتعمل لها ميرج، شويه سيلز هتلونها، شويه بوردرز هتحطها، وفي الاخر تعمل له اكسبورت البي دي اف. الكلام ده صعب على حد يا باشمهندسين؟ ما ينفعش اعمل له وورد؟ طيب اعمل بي دي اف في الاخر. حتى لو عملت وورد مش ازمه، بس هو اسهل بالاكسل يعني. تمام، بس عادي يعني عملته عادي. عادي، انا هكبرك ليه؟ ما فيش مشكله. المهم ان انت في الاخر في اي حاله من الحالات هتبقى عامله بي دي اف يعني. بتقول ايه؟ تمام. ممكن بي دي اف. تمام، اكيد. بس المهم الطريقه يعني البرنامج انها تعمل الوورد عادي يعني. تمام. لا احنا بقى بنتكلم على الفورمات يا باشمهندس. الفورمات هنا ناقصه ايه؟ حد حابب يشارك؟ التاريخ. الايه؟ التاريخ. يعني مش دي الازمه قوي، انا بكلمك في الفورمات يعني. خلي بالك انا مش عايزك تقول لي جدولك بتاريخ بتاريخ، انا عايزك تقول لي الاسبوع ده مثلا انت عملت ايه، فمش حاكمك بحته التاريخ دي. بس هنا كفورماتنج بقى في مشاكل ايه يا باشمهندس؟ مفيش غدا وعشاء. ايه؟ مفيش غدا وعشاء. ماشي، مفيش غدا وعشاء. انا بقول لك الفورمات مش المعلومات. هي ملحوظه هو كويس. ليه ضمن كذا فتره مع بعض، ضمن فترات كتير مع بعض في حاجه واحده، مش فاصل ما بين. حلو حلو. يبقى هو هنا كان في خطوط ناقصه ولا لا؟ كان فيها، تبقى احسن. يبقى هو مش ضامن. هو هنا غلطة الفورماتنج ان ما كانش فيه بوردرز بالشكل المطلوب. هنلاحظ ان احنا هنا من 5 لـ 6 في بوردر محطوط، من 6 لـ 7، 7 لـ 8، 8 لـ 9، 9 لـ 10 ما فيش بوردر، صح؟ ايوه بالظبط. ايه تاني؟ هو ممكن برضو يعني في فرق بين المشاكل دي بتطلع لما بتيجي تعمل اكسبورت البي دي اف، يعني لما بتحصل، لما انت بتبدا تلعب في السكيلنج والكلام ده، هو ده اللي بيبدا يشيل البوردرز خلاص. يعني منطقي ما فيش حد على الاكسل عمال يشيل البوردرز بمزاجه، بس دي بتبقى مشكله وانت بتعمل اكسبورت البي دي اف او بتبرنت البي دي اف، انت عمال تغير في السكيل بتاعك خلاص. ايه تاني؟ هو ممكن بس الفرق بين الاستادينج والريدينج والمشي ممكن ما يبقاش نفس اللون البنفسجي ده، يعني ممكن اغير اللون. حلو. يبقى انا فعلا لما بغير اللون ده بيساعدني اكتر على ايه؟ على الملاحظه يعني، وان في فرق بين الجوده. لو انا حاطط مثلا لون، اللون ده بيعبر عن الاوقات اللي انا بقضيها في الجد، فلما الاقي اللون ده هو اللي طاغي على الجدول ابدا احس ان انا ايه؟ ها؟ وليكن احنا هنا، ماشي، وليكن احنا هنا اللون الاصفر كان هو بتاع الاستادين، لما الاقي الجدول بتاعي اغلبه اصفر يبقى انا كده ماشي في اتجاه صح ولا غلط؟ ما اكيد غلط، ما فيش حد بيذاكر على طول. لا مش ده قصدي برضو، يعني قصدي لما اليوم يبقى اغلبه كده، يعني لما اللون الاصفر يبقى كتير، ما بقولكيش يبقى اغلبيه اليوم اصفر، لا بس يبقى على الاقل كتير. فحته الالوان دي بتنفعني في ايه برضو؟ ان انا ببدا احكم على الحاجه خلاص.
برضو مش بجبرك انك تلون خالص، ولا بقولك ان ده اصح حاجة، بس انا بقولك ان دي مجرد فكرة بتبدأ تخليني احدد انا الوقت اغلبه رايح في ايه، ايا ما كان بقى الوقت حاجة مفيدة حاجة مضرة، بس انا ابتديت احط ايدي على ان اليوم اغلبه رايح في كذا. خلاص، حد عنده اي تعقيب يا باشمهندسين على الجدول عموما؟ كله مكتفي؟ طيب اللي كان هيتكلم ده هيضيف حاجة ولا مش ها؟ أنا كنت عايز لغاية بس ممكن نشوف الجنب على السي في، يعني السي في المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. خليك بقى معايا ثانية واحدة. طيب برضه يا باشمهندسين اللي بأكد عليه إن شاء الله وما تستهونوش باللي أنا بقوله، يعني مش عايز ألاقي أي جدولين شبه بعض. هل من المنطقي إن في اتنين من الدفعة بيعملوا نفس الحاجة في نفس الوقت؟ فمش عايز الناس تستسهل وتبدأ تعمل السكيدول اللي هي عمالة تنقل من بعضها يعني. خلاص، بل بالعكس يعني لو قدرتوا كل واحد يبقى له الفورمات بتاعه هو ده اللي انا عايزه، مش عايز حتى يبقى في تمبلت معين وانتوا قاعدين تشتغلوا عليه يعني لو قدرتوا. طيب لما نيجي بقى نتكلم تاني على موضوع البرزنتيشن ان شاء الله، اي برزنتيشن بس عشان تبقوا فاهمين، اول حاجه هتبقى فيها الاوتلاينز، انترودكشن، الهيستوريكال باك جراوند، وتبدأ بقى تكلمني عن الموضوع بتاعك لغاية ما توصل بالكونكلوجن. فما فيش بريزنتيشن ان شاء الله هتخلو من الكلام ده. خلاص، طبعا اول صفحة في البريزنتيشن هيبقى عليها اسمائكم والموضوع بيتكلم عن ايه وكده، العنوان واسمائكم والتيم ممبرز والاي دي والكلام ده. بس لو سمحت ممكن حضرتك تعيد الكلام تاني؟ طيب يعني من اول فين؟ طيب بعد الاوتلاينز هيبقى في الانترودكشن طبعا، خلاص، هيستوريكال باك جراوند، خلي بالك احنا اي حاجه بنتكلم فيها هي اكيد مرت بمراحل. خلاص، فسريعا كده تجيب لي المراحل بتاعتها وتقول لي احنا وصلنا لغايه فين، والكونكلوجن بتاعك لو انت في اي حاجه بتناقشها محتاجه هتقول لي فيها الكونكلوجن. خلاص تمام. تاني برضو بنبه ان انتوا تدخلوا على ال ام اس تشوفوا، يعني شايف فيه كويزز وبتاع، فتدخلوا على ال ام اس عشان تعرفوا بقى راسكم من رجلكم في المواعيد وكده ان شاء الله. خلاص، اتفقنا ان شاء الله. تاني ميعادنا الثلاثة الجاي باذن الله بعد المحاضرة. انا طالب من كل تيم اتنين يمثلوه، طبعا اتنين عشوائي عشان برضو يعني يا ريت الناس كلها تبقى موجودة، هختار اتنين عشوائي هيبدأوا يتكلموا زي ما قلت في الاوتلاين بإذن الله من الثلاثة الجاي إن شاء الله. أنت خلاص، أنت فعليا قدامي كده، أنت بدأت شغل في البرزنتيشن. خلاص، طيب حاجة تانية قلنا الثلاثة اللي بعد الجاي إن شاء الله السكيدول. حد عنده مشكلة في السكيدول عموما؟ حد مش فاهم بيتعمل إزاي؟ حد مش مستوعب إيه اللي مطلوب؟ بقول لحضرتك يا باشمهندس، هو حضرتك تبعت لنا مثلا نسخة من الجدول واحنا هنعمل عليها، ولا احنا هنبني الجدول من اول وجديد؟ لا لا لا، انا عايز جدول من اول وجديد. تمام. بص، لان انا برضو يعني هدف من اهدافي ان انتوا تبداوا تكسروا الحاجز. انا شايف في ناس كتيرة ما بتتعاملش بالاكسل، يعني في واحد اول ما قلت له اعمل الجدول اكسل قال لي عايز اعمله وورد، ما تقللش منه طبعا.
يعني، بس فرصة إن أنت تبدأ تكسر الحاجز بينك وبين البرامج يعني. خلي بالك إن الإكسل قدام هتلاقيه أساسي في شغلك إن شاء الله. فأنا يعني أتمنى إن إحنا إن شاء الله على آخر الكورس أبقى أنا وصلت لكم إن أنتوا إزاي تتعاملوا بالإكسل وتتعاملوا بالباوربوينت، وفوق كل ده إن شاء الله إزاي تعمل برزنتيشن. السي في برضو مهم طبعا ازاي بتعمله، والسكادول ده بقول لك هدفي الرئيسي منه برضو غير ان انت بتتعامل مع الاكسل، لا في هدف اسمى واعلى ان انت عارف تنظم وقتك. والله انا ابتديت احط ايدي على المشكله فين خلاص. انا شخصيا ساعات بلاقي وقت كتير ضايع وانا مش حاسبه، فما بحسش بيه. يعني مثال بسيط، لو انا في اهو حاجة سريعة كده على الماشي يعني، ساعات الواحد يا عم بياخد ماتشين ورا بعض، أقربها هون الزمالك والإسماعيلي، بعده الأهلي وإنبي خلاص. لو الواحد حط في الجدول إن هو لقى فيه 4 ساعات ضايعين في الكلام ده، هيبدأ يحس بالمشكلة. فاهمين وجهة نظري؟ أيوه. فهي الفكرة في كده، ان انت حاطط في الجدول يومك ماشي ازاي، بحيث تبدأ تحط ايدك على المشكلة فين. فوالله في وقت كتير راح في حاجة مش مفيدة للدرجة، ابدأ اقلل الوقت ده بحيث اطور من نفسي خلاص. طيب معلش يا باشمهندس، هو مضمون الجدول ذات نفسه بنقيم عليه يعني مثلا ميعاد نوم او ميعاد مذاكره ايا كان؟ لا طبعا، يعني اكيد مش معنى ان واحد كاتب لي ان هو بيذاكر طول اليوم فانا هدي له الدرجه كامله، وواحد كاتب لي ان هو قاعد يهلس طول اليوم فانا هقول لا ده والله ده بيستعبط. انا تقييمي بيبقى على ايه؟ رقم واحد ان مفيش اتنين زي بعض بالظبط، ده معناه ان هم ناقلين، فخلاص دي خلصنا منها. رقم اتنين ان مش واحد بيستهبل وكاتب لي نص اليوم سليبنج ونص اليوم ايتنج، فده واحد بيستسهل ومكسل يعمل جدول، لا اكتر ولا اقل. انا ماليش دعوه انت بتعمل ايه في يومك، مش هحاسبك عليه طبعا يعني. انا عايز، لا ده بالعكس، انا عايزك تكتب لي فعلا انت بتعمل ايه خلاص، وتكون منطقي في كلامك. انت هو عندك حد وثلاث محاضره الساعه 8:30، فما لقيش في الجدول بقى في الوقت ده انت كاتب لي بروح السينما وهكذا. وصلت فكرتي يا شباب؟ تمام ماشي يا باشمهندس. حد تاني عنده عايز استفسار؟ لو سمحت يا باشمهندس اتفضلي. نرجع بس تاني للبرزنتيشن ثانيه، حضرتك كنت قلت اول صفحه نكتب فيها التايتل والاي دي والاسامي، وايه تاني؟ ما انا بقول لك طبعا البرزنتيشن هيبقى فيها العنوان، يعني وليكن في ناس خدت الالكتريك كارز مثلا، فطبعا العنوان موجود تحتها بقى presented by كذا وكذا وكذا وهكذا بعد كده بنخش في الاوتلاينز بتاعت البرزنتيشن، بعد كده الانترودكشن وهكذا. يعني كل انت بترص الاوتلاينز موجوده ورا بعضها، بعد كده كل سلايد ورا الثانيه انت ماسكه اوتلاين بتبداي تتكلمي فيه الانترودكشن والكلام بتاعها وهكذا بقى. لو احنا دخلنا في الهيستوريكال باك جراوند، فيها مرحله وخلص الاوتلاين ده نخش في الاوتلاين بعد. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان الاوتلاينز هي يعني الخطوط العريضه بتاعه البرزنتيشن، وهي اللي بتحدد البرزنتيشن هتتكلم عن ايه ان شاء الله. طبعا يعني المفترض ان شاء الله كل واحد هيبقى مسؤول عن اوتلاين معين في البرزنتيشن، واحنا بنتابع باذن الله. انا عايز ان كل فرد في التيم يبقى ملم بالموضوع بتاع البرزنتيشن على بعض. يعني مثلا لو احنا بنعرض وفي واحد ما كملش حتى الاوتلاين اللي هو كان مجهزه، رحت انا قايل له وقف فلان الفلاني يخش، ما يجيش فلان الفلاني ده يقول لي لا والله انا مش مجهز. انا عايز كل واحد يبقى عارف البرزنتيشن ككل بتتكلم عن ايه. طبعا لما هتسجلوا الفيديو ان شاء الله هيبقى براحتكم، بس انا بتكلم ان شاء الله ان ما يبقاش كل واحد مسيستم نفسه، وليكن واحد مسيستم نفسه على الانترودكشن بس ومالوش اي علاقه بباقي البرزنتيشن. الكلام ده انا مش عايزه باذن الله خلاص. يعني لازم الاوتلاينز تبقى على عدد التيم؟
يعني انا هبقى ملتزمه بعدد ممكن. او لا اول لا معايا. ممكن اوتلاين يبقى مشترك ما بين اتنين خلاص، بس المفترض ان التيم اللي مكون من 6 يعني عليه كمية اقل من 7، يعني الفرد الزايد اللي في الجروب السابع يبقى انا مستني ان في موضوع زيادة، حتى لو الموضوع ده هيتقسم على 2 ما عنديش مشكلة خلاص. بس المهم ان انا لا يعني مش عايز اعمل يبقى في ظلم ما بين ان في تيم 6 وتيم 7 خلاص. طبعا الحكاية بتاعت ان في ناس في التيم مش شغالة دي، يعني اتمنى لو في حد في التيم مش شغال ارجعوا لي، يعني بلاش بقى حركات الجدعنة ان انا لا انا هستجدع مع زميلي ومش هقول عنه ومش مش هقول عنه، او في الاخر هو بياخد حق مش حقه يعني خلاص، وبيزود عبء على زمايله اللي في التيم معاه، فالكلام ده انا مش عايزه ان شاء الله. باشمهندس ماشي، هو لو صورنا فيديو، لو هيبقى في الاخر البرزنتيشن ده تصوير فيديو، هيبقى اللي هو هنتجمع يعني وفيديو فيديو، ولا اللي هو زي لا انت بص، لو انت اشتغلت بالباوربوينت قبل كده، طيب عارف ازاي بتسجل على الباوربوينت؟ لا احنا من ساعة لما اشتغلنا او كده كان برضه حاجات زي برزنتيشنز برضه في مواد تانية، وكانت تيمز ونعرض عادي شير سكرين. لايف ماشي لايف، ما هو ده وقت المتابعة، انما وقت ما هترفع ال LMS انت هترفع فيديو خلاص، الا والكلام اتغير يعني. انا لغاية دلوقتي المعلومة اللي عندي ان انتوا هترفعوا فيديو ان شاء الله خلاص، لو في اي تغيير طبعا هرجع لكم باذن الله. فانت بتتكلم ان شاء الله ان انت هتسجل بالباوربوينت، بيبقى عادي انت بتفتح السلايد شو بتسجل وبينزل لك الفويس بتاعك على السلايد، بس كل سلايد ليها الفويس بتاعها، لما بتيجي بقى في الاخر تكسبورت الفايل بتاع الباوربوينت ده تكسبورت الفيديو، بيحصل له عادي ان يتحول لفيديو خلاص. وقدام برضو يعني قدام ان شاء الله اي مشكلة تحصل في الكلام ده ارجعوا لي مفيش مشكلة، وبرضو مش قدام بس طبعا، يعني على مدار الترم يا شباب اي حد بتواجهه صعوبة في اي حاجة انا معاكم في كل حتة اظن يعني ان شاء الله. تمام، حد عنده استفسار في اي حاجة، فيها حاجة مش واضحة لسه؟ مش منسى سمحت، هو ساعات لما نيجي نسجل الفيديو ده يبقى كل واحد بيتكلم في الاوتلاين بتاعه في الفيديو، بعد كده هيتعمل لهم ميرج صح؟ ولا الليدر هو اللي هيتكلم؟ لا طبعا لا طبعا لا لا، ده كل واحد كمان قبل ما يتكلم هيقول اسمه والاي دي بتاعه، يعني في اكتر من كده، مش تمام الليدر بس اللي شايل الليلة طبعا لا خلاص. اهتموا بس يا شباب ان شاء الله بالتسليمات، مش عايزين درجات تروح في الارض يعني باذن الله، وزي ما قلت لكم الثلاث اللي بعد الجايه هيبقى ده الديو ديت بتاعكم، فيا ريت بقى ما حدش يجي لي بعدها يقول لي لا اصل ما سلمتش، انتوا معاكم اظن وقت يعني وقت كبير اظن خلاص. ولما نتكلم ان شاء الله الثلاث في السي في، وبعدها الخميس اللي بعد الجاي هتسلموا السي في برضو معاكم متسعة من الوقت يعني ان شاء الله، مش عايز بس حد ما يسلمش الحاجة في الآخر إن شاء الله. الحاجة تتعمل بنظافة، الحاجة تتعمل واضحة، الحاجة تتعمل منظمة عشان تاخد الدرجة كاملة بإذن الله. في أي حد عنده استفسار تاني؟ بأكد تاني، حد عنده مشكلة في الاسكيدول بما إن ده التسليمة الجاية إن شاء الله؟ طيب نتقابل بقى بإذن الله المرة الجاية، شكرا.